السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير متابعيني. فمستغربين جيت محطة التكاسي، ليش جيت محطة التكاسي؟ علشان أروح قسطنطينة، هذه البلد الجميلة، المنطقة الجميلة. بس بغينا ننوه عن حاجة، أنا اخترت أروح في قطار، لكن القطار توقيته غير مناسب، الساعة 8 بالليل، والمسافة 4 ساعات ونص تقريبا بالقطار. فالله يوفق. وهذه سيارتنا، موقع تكاسي خروبة المحطة، وفي باصات بعد، باصات وصلنا متابعينا من الجزائر العاصمة إلى قسطنطينة، 4 ساعات خذنا ونص تقريبا. فالجو هني أبرد والجسور المعلقة. حنشوف شوفها القسطنطينية إن شاء الله. هذا حظنا اليوم ما شاء الله، وصلنا الآن فندقنا، نزل المغرب ما شاء الله. تفضل حمزة، جزاك الله خير على الفندق الجميل هذا، ما شاء الله ما شاء الله. نعطيكم العنوان يا متابعيني. يا سلام، هاي جلستنا هني ما شاء الله جميل، وهاي غريضاتنا خليناها ما شاء الله، جميل جميل جميل. فوق البلكونة أجمل. يا سلام. متابعينا غير موجود على البوكينج، ممكن تتصل فيهم وتستفسر ويحجزون لك. إذا تبغي مدة طويلة عبر الإيميل ترسل له مبلغ، أو تتصل فيه يحجز لك ليلة تجي أنت والأمور طيبة. هذا فندقنا الجميل، كرمكم الله. أول شيء التواليت، الفوط موجودة، أبو عبود تعبان، وبعدين كرافي حديد. ما شاء الله ما شاء الله. وهني البلكونة تطل على المدينة القديمة العتيقة. ما شاء الله. يلا وهاي سكتنا لفوق هنا، كله هني ما في، كله صعود أو نزول. هني الصعود وهني الجسور المعلقة. صباحكم خير متابعيني، صباحكم ورد، صباحكم ياسمين. خلنا نبدأ الصعود إلى شخلي ما شاء الله. بس في ملاحظة أخواني، في لحد الآن بعض الأخوان يطلب مني فيديو 3 دقائق 5 دقائق، بس اختصر يا جماعة. اليوتيوب أسس الفيديوهات والقصص والأفلام تبدأ من 8 دقائق فصاعدا، ما في فيلم دقيقة دقيقتين. إذا تبوني جزاكم الله خير دقيقة دقيقتين، شوفوا السناب الانستغرام الأشياء هني تكمن الدقيقة والدقيقتين. فأنا أبرويكم قصة كاملة عن كل بلد حقيقة، من سلمك الله وسلمكم الله، خروجي من الفندق والإقامة اللي أنا فيها إلى الشوارع. ما أغبي عليكم أي صورة، ولا أحب أزيف حاجة، ولا أحب أزيد ولا أنقص. هذا اللي أنا أشوفه بعيني وأسمع بإذني وأتذوقه بلساني وأشم بخشمي، جزاكم الله خير. هذه الحقيقة، ما أبغي أزيد ولا أنقص، فاعذرونا. فتحياتي لكم.
وخلنا ننطلق في قسطنطينة. هذا جميل مطعم البيك، شوارما شايفينه. يا سلام. أنا وسط مدينة قسطنطينة، هناك شوفوا متابعيني دبي للتسوق. البنك الوطني الجزائري للعقارات والبريد الجزائر هنا. هذا المكان الجميل شدني يا جماعة، البياعين اللي بيع الفطار واللي بيع الحلاوة واللي بيع شو اسم المصعد هذا؟ مصعد اسمه ملح سليمان. ينزلك ملح سليمان. ينزلك الجسر اسمه ملح سليمان. إيه ينزلك لتحت. لتحت الجسر. عشان السور. عشان تمر على الجسر اللي اسمه ملح سليمان. أيوة. والجسر سموه على نسبة إلى المصعد. أيوة. يلا. مصعد سلّس سليمان. مرحبا أهلا وسهلا يا خال. حمزة يعطيك العافية أخوي حمزة. وهذا أخوي حمزة تعرفنا عليه في البلد الجميل قسطنطينة وبدلينا الأماكن وما قصر. هو مش مرشد، هو أخ عزيز وغالي علي. استقبلني ويبني هالأماكن الجميلة ما شاء الله ما شاء الله. وهذا الجسر المعلق، هذا جسر اسمه ملاح سليمان. اسمه جسر ملاح سليمان. ملاح سليمان هذا يمروا عليه على القدم فقط. ما في سيارات. وتحت أسفل كين واد الرمال. أيوة الرمال. أسمع أصوات تحت واد الرمال. بالليل أنا أسمع صوت الوادي يمشي في هذا الوادي. ها هذا المكان الجميل ما يتفوت الصراحة. نبي نصور معاه إطلالة خيالية ما شاء الله. حتى أنا مستمتع وأغذي نظري وأغذي روحي في هالمكان الجميل والجسور المعلقة الجميلة ما شاء الله ما شاء الله. يقول لي حمزة تعال نروح المطعم، قلت لا هذا مطعمي، هذا المطعم أحلى منه ما في. الله يخليك. شوف نوعية البيبان والحجر ما شاء الله ما شاء الله. يلا. وهذا المطعم الجميل ما شاء الله. السلام عليكم. كيف حالكم؟ ما شاء الله. شو هالمطعم الجميل ما شاء الله. يعطيكم الصحة إن شاء الله. الله يعيشك تقولون أنتم. يعيشك التوانسة يقولون يعيشك، وانتو الجزائريين يعيشك. يلا يعيشك. وهذا مكان جميل جميل ما شاء الله ما شاء الله. حمزة شو قلت لي قبل شوي انت؟ هذه مجسم على خيمة. أيوة. معروفة بغردايا. ايوه على والمجسم اللي رانا نشوفه فيه الحين هذا مجسم بني يزن. هذا مكان مشهور جدا في ولايه اسمها غردايه. ايوه هذا مجسم مصغر. أيوة. على القصور والمنارات في غردايه ما شاء الله. جميل. معروفه غردايه بالمنارات والقصور تاعها. جميل جميل. هذا طابع غرداوي صحراوي. غردايه تقع في جنوب الجزائر. جسر سيدي راشد. جسر سيدي راشد. سيدي راشد. ما شاء الله. واحد جسر قسم ذلك. متابعيني ما في قص وشريط، تصوير كامل. مرحبا خالد. تصوير كامل من الأجواء هذه الجميلة. ها. كيف حالك؟
كمل تصوير يلا. الحمد لله هذا جسر مل... آه والله بسم الله. ايوه صور صور اهلين خالد و اهلين كل الناس الامارات، اهلين وسهلين في قسنطينه مدينه الشرق. شوي تصوير عندي هنا. اوكي صور ابو عبود. صور ابو عبود. اهلين وسهلين يا خالد. هني الاستمتاع، هني تغذي نظرك. ابى افسخ النظاره علشان اشوف بعيني بدون الكلاس هذا المزيف. يا سلام يا سلام ما شاء الله ما شاء الله. جميل يلا. وينهم الاماراتيين والخليجيين في هالمكان الجميل؟ وينهم؟ هذا بروحه المطعم قصه قصه قصه. المطعم هذا الاكواريوم هنا بجسر، لان مدينه قسنطينه معروفه بالجسور، سووا مجسم لجسر داخل الاكواريوم. ايوه داخل الاكواريوم عاملين جسر بعد. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله الحمد. بعد في نزله تحت بس ما رحناها. ما شاء الله جميل. بونجور. هذا ريوقنا اليوم، التشكيلة الجميلة هذه ما شاء الله ما شاء الله. على وين؟ على الإطلالة الجميلة هذه ما شاء الله. خلوني أستمتع وأشوف الدنيا بعيني. قصة شو ناكل شو نخلي شو ناكل شو نخلي. هاي شو اسمه تيوا؟ هذا جبن جديد، جبن. يا سلام. من أجبان الجزائر. هذه كلها أجبان جزائرية. الشاي بعد. صحراوي. صحراوي من تيميمون. من ولاية تيميمون. ولاية تيميمون. تيميمون. شاي تيميموني. مو شاي أبو عبود هذا، هذا شاي يخليك يوم كامل ما ترقد، يعطيك نشاط. بالصحة والعافية. ما شاء الله. هذا الخبز الجزائري. خبز المطعم. شو اسمه الخبز تسمونه أنتم شو تسمونه؟ خبز عادي. كان يعرفوا الخبز، كان يعرفوا الكسرة، كان اسمه مطلوع. أيوة. كل منطقة. جميل ما شاء الله. حتى كرمكم الله الحمام قصة. الحمام قصة قصة. هاي أبو عبود. يا جماعة هذا المطعم لا تفوتونه، سواء ريوق أو غدا عشاء عندكم. مطعم جميل 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 برشة بالتونسي بالجزائري. شنو؟ مليح 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 وايد. تحياتي لكم. يا جماعة سعر ريوقنا 800 جزائري، 800 دينار جزائري، تقسيم مثل ما قلنا لكم 37.12 يطلع لك بالدرهم. تحياتي. هذا المجلس الشعبي البلدي، هذا النواب تاع ولاية قسنطينة، يطرحوا فيه اشتغالات الشعب والسكان المنطقة. أيوة. ويطرحون فيها المشاكل ويسوونها مع الحكومة الجزائرية. جميل جميل. اسمه المجلس الشعبي البلدي. أيوة. كل ولاية تلقى مجلس كيما حلو. هذا المنطقة هذه طبعا المدينة وها القصبة الزنقات الزنقات. وهذا هني في حاجة جميلة بعد. يا سلام ما شاء الله. احنا فوق كم الارتفاع احنا؟ والله الحين السكان كانوا هنا سكان قديما، كانوا يسكنوا كثير سكان هون اسفل قسنطينة من اسفل، او الخراب هذو كلهم منازل لما يحولوهم السلطات يعاودوا يهدموا البيوت. ايوه ما يخلوها يشيلوها، خلون طبيعه جميله. بارك الله فيك. ما شاء الله جميل. شوف الحين كملنا الفيلم. متابعيني سلام. سلام
جميل هنا. هذا النفق شو اسم النفق؟ نفق طبيعي. هذه مغارة قسنطينة. مغارة تصديق على طينة. ما شاء الله متابعين شوفوا المغارة الجميلة. هذه مغارة طبيعية طبعا. طبيعية بالصخور. بالصخور. شكرا متابعيني ونأسف على الإطالة. والله الإطالة المفروض أطول زيادة. هالبلد الجميل خاصة قسطنطينة الجميلة. فلا تنسونا في الاشتراك. وهاي قسطنطينة جميلة جدا. وإن شاء الله عجبكم الفيديو. فتريونا الفيديوهات القادمة أجمل وأجمل وأجمل. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.